فيها مناطق مدنية في حلب ومدينة الضمير بريف دمشق. في جريمة جديدة من جرائم الصراع الدموي في سوريا، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عشرات الأشخاص بينهم عدد كبير من الأطفال قتلوا جراء إسقاط طائرات هليكوبتر تابعة للجيش السوري براميل متفجرة على مدينة حلب شمال البلاد. نشطاء المعارضة ذكروا أن قوات النظام شنت حملة شرسة على الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في حلب، حيث قصف الطيران الحربي معظم أحيائها بالبراميل المتفجرة والقنابل الفراغية. مركز حلب الإعلامي الذي يضم مجموعة من الناشطين الإعلاميين قال إن القصف كان غير مسبوق، حيث أحدث دمارا كبيرا في أحياء صغيرة ودفن عشرات الأشخاص تحت الأنقاض فضلا عن احتراق سيارات. المرصد السوري أفاد أن مقاتلي المعارضة في شمال حلب هددوا بضرب قريتين شيعيتين بالصواريخ إذا استخدم الجيش البراميل المتفجرة مرة أخرى. وبقيت حلب التي كانت تعد العاصمة الاقتصادية لسوريا مدة طويلة في منأى عن النزاع الدامي المستمر في البلاد منذ 33 شهرا، إلا أنها تشهد منذ الصيف الماضي معارك وأعمال عنف يومية، حيث يتقاسم نظام الرئيس بشار الأسد ومقاتلو المعارضة السيطرة على أحيائها. ولم تتمكن قوات الأسد من استعادة الأجزاء الواقعة في شرق ووسط حلب من سيطرة المعارضة، لكنها طردت مقاتلي المعارضة من بلدات واقعة إلى الجنوب الشرقي من المدينة في الأسابيع الأخيرة. صراع تشتد وطأته يوما تلو الآخر، والمدنيون هم من يدفعون الثمن. ذاك هو ملخص الأوضاع في سوريا والتي بات ليلها كنهارها، كلاهما يحمل العذابات والآلام للمواطنين العزل. أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية موافقة روما على توفير ميناء لاستخدامه في عملية نقل ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية بين السفن لتدميرها في البحر. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الإيطالية أن استخدام الميناء هو أقصى دور ستبديه إيطاليا في عملية تفكيك الترسانة الكيميائية السورية، مؤكدة أن المواد الكيميائية لن تلمس الأراضي الإيطالية في أي مرحلة. ومن المقرر أن تنتقل سفن دنماركية ونرويجية الأسلحة المواد الكيميائية من ميناء اللاذقية السوري على أن يدمر المخزون الأقل خطورة من تلك المواد على متن سفينة أمريكية مجهزة. على صعيد الأوضاع الإنسانية، حذرت الأمم المتحدة من أن عدد السوريين اللاجئين خارج بلادهم قد يصل إلى أكثر من 4 ملايين لاجئ بحلول نهاية عام 2014 مقابل 2.4 مليون حاليا. يأتي هذا بينما وصلت أولى الرحلات الجوية التي تحمل مساعدات من الأمم المتحدة إلى مطار القامشلي شمال شرق سوريا بعدما انطلقت من أربيل شمال العراق. أعلنت المفوضية العليا للاجئين أن هذه المساعدات التي تقدمها المفوضية العليا للاجئين وصندوق الأمم المتحدة للطفولة وبرامج الغذاء العالمية وهي الأولى من نوعها، وتهدف إلى مساندة نحو 60,000 لاجئ في مواجهة ظروف فصل الشتاء الصعبة. نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعد الفاصل. تفجيرات وهجمات لمسلحين توقع أكثر من 78 عراقيا وعشرات المصابين في أنحاء متفرقة من البلاد. البيبلاوي يؤكد خلال اجتماع مجلس المحافظين التزام الحكومة بالتأمين الكامل للاستفتاء على الدستور.
القبض على 9 أشخاص وإصابة مجندين 2 في الاشتباكات بين الأمن ومتظاهرين خلال إحياء أحداث مجلس الوزراء. إحباط محاولة انقلاب في جنوب السودان وفرض حظر تجوال في جوبا حتى إشعار آخر. باقونا مع حضراتكم مشاهدين الكرام في بانوراما النيل، ولكن في مجموعة من الأنباء الاقتصادية مع الزميل الأمير داود. إليك أمير. شكرا فوزي. أهلا بكم مشاهدين الكرام في وقفتنا الاقتصادية وأبرز ما فيها بعد الفاصل. تراجع العجز في الميزان التجاري المصري خلال أغسطس الماضي بنسبة 22.3%. أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر أغسطس الماضي ليبلغ نحو 16.86 مليار جنيه مقابل 21.69 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من عام 2012، بانخفاض بلغت نسبته نحو 22.3%. وأوضح الجهاز في بيان له عن حجم التجارة الخارجية خلال شهر أغسطس من العام الجاري، أوضح أن قيمة الصادرات قد ارتفعت بنسبة 3.7% لتسجل نحو 13.85 مليار جنيه، كما أشار إلى تراجع قيمة الواردات بنحو 12.4% ليبلغ حوالي 30.7 مليار جنيه خلال شهر أغسطس. أكد اللواء محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لن يتم حذف أي مواطن من البطاقات التموينية مهما بلغ حجم راتبه أو معاشه، وأشار أبو شادي لأن الحذف يقتصر على المتوفين والمكررين على أكثر من بطاقة تموينية بسبب الفصل الاجتماعي أو الانتقال من محافظة لأخرى. وأكد وزير التموين أن تسجيل المواليد من عام 2006 إلى عام 2011 على البطاقات التموينية سواء عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق المكاتب التموينية مستمر حتى نهاية الشهر الحالي، وأنه حتى الآن قام المواطنون بإضافة نحو 5,332,000 مولود. أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة عن بدء المرحلة الأولى لتسليم الموافقات المبدئية الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمرين المتقدمين للحصول على 1700 مشروع صناعي جديد. وطالب عبد النور المستثمرين بضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي بوصفه أكثر القطاعات الاستثمارية المؤثرة في منظومة الاقتصاد القومي، خاصة في ظل الفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار في هذا القطاع، وذلك وفقا للخريطة الصناعية المستقبلية الموضوعة. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي توقيع بروتوكول تعاون لتوفير موقع بمدينة شرم الشيخ لإنشاء أول محطة لتموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعي، وذلك بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 10 ملايين جنيه. يأتي هذا في إطار اتفاقيات للتعاون بين وزارة البترول ووزارة التنمية المحلية للتوسع في نشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بالمحافظات للاستفادة من الغاز الطبيعي المضغوط كوقود رخيص وصديق للبيئة. تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات والصناديق العربية والأجنبية لجني الأرباح مع قرب نهاية العام واتجاه المستثمرين لتسوية مراكزهم المالية. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة إيجيكس 30 بنحو 52%، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيكس 70 بنسبة بلغت نحو 37%، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 900 مليون جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 1.13 مليار جنيه، منها نحو 372 مليون جنيه تداولات على الأسهم.
أكد وكيل وزارة النفط والغاز الليبي عمر الشكماك أنه لا يوجد نقص في كميات الوقود، لكن النقص يتعلق بانخفاض الطاقة التكريرية في المصافي ومن بينهم مصفات الزاوية. وقال الشكماك خلال مؤتمر صحفي أن إغلاق الموانئ النفطية تسبب في إحداث انخفاض في إنتاج النفط وأثر على ميزانية الدولة باعتباره مصدرا لتمويلها، ويضطر قائد السيارات في العاصمة طرابلس إلى الوقوف في طوابير منذ أكثر من أسبوع لتموين سياراتهم. وانتشر الجنود لحماية بعض محطات البنزين أثناء مظاهرات لمحتجين غاضبين يطالبون بتوفير البنزين. دعت اليابان الدول العربية إلى اعتبار طوكيو شريكا يمكن الاعتماد عليه بدرجة أكبر في مساعيها لخلق فرص للعمل وتنويع مصادر اقتصادها. وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني في كلمة ألقاها خلال المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الثالث في طوكيو أن اليابان تتطلع إلى إقامة علاقات عمل في مجالات الطاقة المتجددة والبنية الأساسية والصناعات الطبية. وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن المنتدى الذي تستمر اجتماعاته لثلاثة أيام سيحضره ما يزيد على 1500 شخص ممثلين لما يزيد على 20 دولة عربية. ختام هذه الوقفة الاقتصادية وعودة من جديد إلى زملاء فوزي جد الله وأمل نعمان واستكمال البانوراما. شكرا لك أمير. أفادت مصادر طبية وأمنية عراقية بمقتل نحو 78 شخصا اليوم في هجمات استهدف أغلبها الشيعة قبل إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين الأسبوع القادم. ففي بلدة اليوسفية جنوب بغداد قتل 24 شخصا على الأقل في انفجار سيارتين ملغومتين قنبلة على الطريق قرب سرادق عزاء. في شمال بغداد شهدت بلدة بيجي سيطرة 4 مهاجمين يرتدون أحزمة ناسفة على مركز للشرطة، بينما سيطر 3 انتحاريين آخرين على مبنى المجلس المحلي في تكريت بعدما فجروا سيارتين ملغومتين في الخارج، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. في الموصل فتح مسلحون نار على حافلة للشيعة كانت في طريقها لكربلاء، مما أدى إلى مقتل 12 منهم بالرصاص. قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشي علون إن ضباطا من إسرائيل ولبنان وقوات الأمم المتحدة سيجتمعون اليوم لتهدئة التوتر على منطقة الحدود. جاء ذلك غداة مقتل جندي إسرائيلي عندما أطلق جندي لبناني النار على دورية إسرائيلية قرب معبر رأس النقورة الحدودي بين الجانبين. من جديد عاد التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وذلك بعد مقتل جندي إسرائيلي جراء تعرض دوريته لإطلاق نار من داخل لبنان قرب معبر الناقورة الحدودي. رواية جيش الاحتلال لم تختلف عن الرواية الرسمية اللبنانية، فمصادر تل أبيب أكدت أن الجندي اللبناني أطلق 6 أو 7 رصاصات وفتح النار على الدورية الإسرائيلية في منطقة حدودية هادئة عادة، وذلك بمبادرة فردية منه. إلا أن متحدثا باسم جيش الاحتلال قال إن إسرائيل تحتفظ بحق الدفاع المشروع عن النفس، واصفا الحادث بأنه انتهاك صارخ لسيادة إسرائيل. المتحدث قال أيضا إن الجيش الإسرائيلي رفع من مستوى التحضيرات على طول الحدود وقدم شكوى لقوة الأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل. وفي لبنان أكدت المصادر الرواية السابقة إلا أنها أوضحت أن الجندي أطلق النار على المركبة الإسرائيلية بعد أن حاولت مجموعة كانت على متنها التسلل عبر الحدود، كما ترددت أنباء بقطع الاتصال مع الجندي. وذكر التلفزيون الرسمي اللبناني أن حالة الاستنفار أعلنت في الجيشين اللبناني والإسرائيلي على الحدود، مشيرا إلى أن طائرة مراقبة إسرائيلية بدون طيار كانت تحلق على ارتفاع منخفض فوق منطقة الناقورة. ومن جانبها أكدت قوات اليونيفيل وقوع الحادث الذي وصفه بالخطير، وتحدثت عن اتصالات مع الجانبين ودعوتهما لضبط النفس. وفيما بدأ أنه رد فعل على هذا الحادث أعلنت مصادر لبنانية أن مركز الأمن العام اللبناني في معبر رأس النقورة تعرض لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.
وتهدد هذه التطورات بتصاعد المواجهات على الحدود بين لبنان وإسرائيل وسط مخاوف من اندلاع حرب أو عدوان إسرائيلي جديد كما حدث في عام 2006. أعدم